نظمت نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر للحديث عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود، وإليك وضعنا في التفاصيل. تحياتي لكم نهى ويوسف ولكل السادة المشاهدين، نحييكم من داخل نقابة الصحفيين التي استضافت مؤتمرا صحفيا هاما اليوم بحضور الأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين للحديث وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة. في بداية هذا المؤتمر الصحفي كان هناك كلمة للأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين الذي أكد أن ما يرتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين مشهد كاشف لإزدواجية المعايير الإعلامي، فضلا عن أن ما يرتكب بحق أهالي غزة جريمة مكتملة الأركان لشعب يحافظ على أرضه. وأكد أنه يعني موقف النقابة المصرية واضح برفض التطبيع المهني والشخصي مع الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالصحفيين وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، وأن من سيخالف يعني قرارات النقابة سيتعرض بالتأكيد للمحاسبة والمساءلة. وأكد أن وسائل الإعلام التي تضلل ويعني لا تكشف الحقيقة هي مشتركة في الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة. ثم كان هناك كلمة للسيد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين. في البداية وجه الشكر لمصر قيادة وشعبا على الموقف تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن هذه روابط بين الشعبين ستستمر على مدار التاريخ. ثم بدأ يستعرض ويتحدث عن الجرائم التي تنتهك بحق الصحفيين الفلسطينيين، وأكد على أن هناك يعني ازدواجية في المعايير الإعلامية داخل ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين، وأكد على أن هناك تضليل إعلامي يتم وتزييف للحقائق فيما يحدث في فلسطين، خاصة فيما يتعلق بعرض الأطفال والرؤوس التي تقطعت على أنهم إسرائيليين وليسوا فلسطينيين، بالرغم من أن بعض وسائل الإعلام الغربية اعتذرت عن هذا، لكن هو وثق هذه النقطة تحديدا كتعبير عن مدى التزييف للحقائق الموجودة في قطاع غزة. وأكد أن هناك أكثر من 1000 صحفي يتواجدون في مستشفى ناصر بخان يونس في غزة، فحذر من استهداف هذا المستشفى والمستشفيات الأخرى التي يتواجد بها عشرات الصحفيين. وأكد أيضا على أن هناك أكثر من 20,000 شقة قد دمرت في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 1,000,000 فلسطيني تم تهجيرهم، وأن ما يمارس ضد الصحفيين الفلسطينيين يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حماية المدنيين والصحفيين داخل قطاع غزة وفي فلسطينيين. ثم كان له بعض المطالبات الدولية، طلب المحكمة الجنائية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكد أن عدم فتح تحقيق في هذا الأمر هو يعني خزي وعار تجاه ما يحدث، وأنه يعني يتم ذلك في كل دول العالم أن يتم من المنظمات الدولية. طلب المنظمات الدولية أيضا بضرورة التنديد وأيضا فتح تحقيق وصدور قرارات صدور إدانات لما يحدث تجاه الفلسطينيين والصحفيين الفلسطينيين. ثم طلب الوسائل الإعلام العربية بمواصلة إيصال الرسالة تجاه الشعب الفلسطيني والحديث عن معاناة أهالي غزة وكشف الحقائق، خاصة للوسائل الإعلام العربية الناطقة باللغات الأجنبية، وأيضا طلب الشعب العربي والمصري طيب بمواصلة محمود التحرك ورفض ما يتم في نعم قطاع غزة. محمود، بعيدا نعم عن هذه المطالبات، يعني نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع نقابة الصحفيين في مصر، هل هناك يعني مخرجات من الأفكار والطروحات يعني يتعاون فيها الطرفان لربما مواجهة هذا التزييف للحقائق والتضليل الإعلامي الذي تحدثت عنه منذ قليل من وسائل إعلام أجنبية أو حتى من الطرف الإسرائيلي؟
نعم، هذه هي النقطة الثانية التي كنت سأتحدث نعم. عنها، هو التعاون والتنسيق المستمر بين النقابتين المصرية والفلسطينية. نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي أكد أنه سيتم التواصل مع كل النقابات المهنية للوقوف على كلمة واحدة ورأي واحد فيما يتعلق بالصحفيين الفلسطينيين، وأكد أن التشاور أيضا والتعاون سيستمر خلال الفترة القادمة، وأيضا أن وسائل الإعلام المصرية ستواصل يعني داخل نقابة الصحفيين على الأقل ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية، وأكد أن نقابة أيضا الصحفيين المصريين ستبدأ بدءا من يعني من الغد في تلقي تبرعات عينية لتقديم كل المساعدات للشعب الفلسطيني، وأيضا ستواصل عملها خلال الفترة القادمة، وأن نقابة الصحفيين المصريين مستمرة في الاجتماع وفي تقديم كل الدعم والإدانة الكاملة والمطالبة بفتح تحقيق نعم لما يرتكب بحق الصحفيين نعم. الفلسطينيين، وأيضا نقيب الصحفيين الفلسطينيين نعم قرر أن تكون البداية من هنا من مصر بالنقابة الصحفيين المصريين، وأكد أن عدد الجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ عام 2011 ما يقرب من 9000 جريمة ارتكبت بحق الصحفيين الفلسطينيين، وبالتأكيد بدورنا يعني وصلت كل التحية وكل التقدير للصحفيين الفلسطينيين. وصلت الصورة والفكرة محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، أشكرك شكرا جزيلا.